أهلا بكم. انتقد مجلس محافظة البصرة إجراءات الحكومة في بغداد المتعلقة بشأن إحالة مشروع نفط الجنوب المتكامل إلى شركات أمريكية. عضو المجلس أحمد عبد الحسين قال إن قرار بغداد بإحالة هذا المشروع إلى شركات استثمار أمريكية قرار غير صائب ويعرض المشروع بأكمله للخطر. وأضاف عبد الحسين أن الأجواء في المنطقة متوترة وهناك تهديدات بالحرب بين أمريكا وإيران، وهو ما يعني أن العراق قد يتكبد خسائر مادية كبيرة فيما لو اندلعت الحرب. أكدت شركة نفط البصرة أنها بدأت في إجراءات رفع شكوى قضائية ضد نائبتين في البرلمان بتهمة ابتزاز الشركة ومديرها العام. وقالت الشركة إنها باشرت برفع شكوى قضائية ضد النائبة زهرة البجاري والنائبة نجاح المياحي بتهمة ابتزاز الشركة ومديرها العام للتغطية على اختلاسات ومخالفات وتزوير زوج النائبة زهرة البجاري الثابت عبر عدة لجان تحقيقية غير قابلة للنقض بحسب الشركة. هذا وأضافت الشركة أن نائبة نجاح المياحي ضغطت على الشركة للحصول على مكاسب خاصة مثل الحصول على دار سكنية كبيرة في المجمع النفطي السكني، إضافة إلى فرض تعيينات وعقود عمل. دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني إيرز عبد الله كلا من أربيل وبغداد إلى تطبيق بنود الاتفاق النفطي بينهما. وقال عبد الله إنه على بغداد وأربيل الالتزام ببنود الاتفاق النفطي وعدم تحميل مواطني كردستان المسؤولية، مشيرا إلى تهديدات عبد المهدي بمعاقبة كردستان العراق على عدم تسليم الحصة النفطية لبغداد، مضيفا أن قطع رواتب موظفي كردستان العراق سيعيد الأوضاع إلى المربع الأول ويخلق أزمة اجتماعية وإنسانية للمواطنين. كشفت لجنة الخدمات النيابية أن الشركة المستثمرة لمول المنصور استأجرت الأرض من أمانة بغداد بمبلغ 500,000 دينار شهريا ولمدة 40 عاما. عضو اللجنة هدى سجاد قالت إن المول تبلغ مساحته 41,000 متر مربع وأن إيرادات مرآب واحد من 3 مرائب في المول يقدر ب60 مليون دينار شهريا، مؤكدة وجود مخالفات في بناء المول حيث كان يفترض أن يضم برجا من 10 طوابق وهو ما لم ينفذ. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.